الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه من والاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. بدنا كان لك وزن آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكي ترسنين تقلقا أسل لك أبنقنهن معرفة الإنسان دينه وربه ونبيه. سيخ وصل عدل قابلنا من ربك وما دينك وما نبيك. قابلنا هون دين وراءكت، قابلنا هون جار وراءكت الله سبحانه وتعالى، ومرات الدين كمان قابلنا هون لا ريسي. لكي النبي صلى الله عليه وسلم محمد ونقن القابلنا وقن شوية قليقة صلى الله عليه وسلم، ما إن شاء الله نيت ختم نوغن نا أتدخ بنفسي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أونغن معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المنطلب بن هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بأقرأ بإقرأ، وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة، النظارة بالذاء يعني بالإنذار عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ما عرفت نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونقل محمد ينخن محمد بن عبد الله، عبد الله يقرأ ابن عبد المنطلب، ابن عبد المنطلب يقرأ بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والترنج دي سيقوى أمر رجوه صلى الله عليه وسلم كراك نعمر نيو ساس والترنجن دي سيخو أمر رجوه له سجرن أمرها بعثة تقيل نبي حقيل نبي حقيل رسول حقيل ولنغرنجن دي سيخو أمرها نبيا ورسولا نبي أكو رسول أكو. وها بيا جارنا بيخون له بإقرأ إقرأ يخون له، وها ورد إن شاء خون له بالمدثر نيبرهاوني مكة واتسماكن مكة الأخارتو. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكة النيبرة ومدينة أخراسك هاجره، وجار ورد إن شاء خون له نذيرا بشيرا شرك لدر القيرو توحيد لها دعوة قدمرو شرك لدر القيسرونا توحيد أخراسك توسرونا توحيد لها شنرونا توحيد لها وجهرونا لا إله إلا الله ينو. والدليل سي نحن ذكرنا خن ندم بيا ورايا كن قون وثيابك فطهر والرجز فأهجر ولا تمن تستكثر ولربك فأصبر. ومعنى قم فأنظر ينظر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. التوحيد أخلاصك دعوة قدمك وشرك لدى انذار وكنا انباء ارقايا وكنا. وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد، تعظيم جاره انكلنا جاره قئي جاره كبرة جاره انكل جاره توحيد اخرشا. وثيابك فطهر اي طهر اعمالك من الشرك، انشغل كوصيك وعملتي
تخريل ورجز في أهجر الرجز أسنام جن أسنامة عبس تر أجر رجن عجوية الداخن لأن أخن كان أخن قال أخن وهجرها تتركها والبراءة منها وأهلها بالرئيس منا نفعلك بالرئيسي لا نردي نركوديت ما شير منهم يقول الله سبحانه وتعالى أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد شك أمر سيخ دعوت لي كايا دعيو توحيد لكايا دعيو وبعد 10 عرج به إلى السماء شك أمر لا إله إلا الله يا لا هو جار يا إن أصنام سنبو منه من أن تنعبد دنوني النفع عني إنك إن أرفف إن كان إن عجوات إن أنتنس ديني وإن خشب لتس دينيك نين لعوك نيجا يارغي يا نين أكل جار إن برد سمد عستر دي إن شنقرو دي كوار دي أربا دي تخلق هاقون يولهم نين بس نتفهم يسلونه وما نين تل أيدونه له ما نين سبدر أقلهم شك أمره سيحون شك أمر دنبيا الله سبحانه وتعالى أورج به إلى السماء معناها مقرسوخ براقط معراج أخلاصك فرق إسراء ومعراجة نين نرتو أكان جرب رارقن معناها وفردت عليه الصلوات الخمسة إسراء ومعراج لوانونزك إن صلوات فرس تذيبه وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة نيدم بك مدينة أخلاصك فرخ النبي صلى الله عليه وسلم سيخوى سنة كاية سليسخ مكيل معناها رسالة دنبي شكت سيخوى سنة مكيل مغضبة شكت سنة لا إله إلا الله ينسك سيخوى سنة صلاة فرس لدنبي معراج أدفر نول دنبي موانتر دنبي سيخوى سنة سليسخ مكيل نيهو كرسالة انترو لدنبي نبي الرأخو دنبي مكيل هم بقول لا شكا سيغوى سنتقن نعم رمانا أربي أخراسك مكيل رقوه رسالة انتقر ديبو معناها أنقران عند سيغوى أمارا مكيل سيغوى لهم شكا أمارها مدينة سيغوى الله والتران عند سيغوى أمارا أكون سكا كروه صلى الله عليه وسلم إذن بك وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة مدينة أخراسك فروخ والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ولا نقن هجرة تزدو هجرة تزدو بلد كفور قلد شرك من بخلد ديبو بلد إسلام من بخراسك فرنقن نريا فريدتقن يوم القيامة أخراسك هم بلد معناها قن والهجرة فريدة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ومعنى أولاً هجرة بتي نهائي وانيت شخصي
بلد كفور قلد شرك قلد اسلام اخراتك ايمان بكودين امن دغ بكودي كفر او راوديبو كودين لي جبر سغرا هوديبو وان تري كودين لي ترو وركو رحلي وركو مال ان تر سغرا هوديبو اكان امن وانا كودين ده هاجرتو واجب جن ان امتنين نياهم بوك نهائي ان توبه سنجن ان لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها كوارا نا نان شريك دفاتي قرب دا قربتي كوارا لبلد كوارا فنيل أخراسك كوارا فرخ أبو أكان رسا أقوم كوارا فرخ دي كوارا لبخود مك إننا لبخود أبو فراك كوارا نقر قنيني قيامة معنا هاقن ونقر قنيني دوية هجرة قنقرة هجرة بردقن يو صلى الله عليه وسلم نيدان بك كودو ورايا كونغون فلما استقر بالمدينه النبي صلى الله عليه وسلم امر ببقيه شرائع الاسلام معنى مكه وانونسك لا اله الا الله تشكى سنه اسيق سيخوى امرها صلاه فرس تديبو مدينه هاجر ومدينه لنتسانكا مدينه لوانونسك هي خي شرائع الاسلام كبترن بري فرس تذيبو زكاه رخن صومر اخن حجر اخن جهاد اخن اذان اخن الامر بالمعروف اخن والنهي عن المنكر اخن وغير ذلك من شرائع الاسلام. اخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. شكا امرا اسيو نا شرائع نين فرس الذنبي دينه وأكمله إذا بقى صلى الله عليه وسلم كره ودينه باق وهذا دينه دينه من برضكم بكر نين دينه لا خير إلا دل الأمة عليه خير وان يخلي وان بخ خير لي دل الله أي خير بخلك من الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم دل الله وجه خله حبر خله قاريس خله الشرق أقله تويه خلا بيانه أقلا ودحده أقلا بره أقلا نيتك بره أقلا صلى الله عليه وسلم. ولا شر إلا حذرها منه أي شر مخلوط كذلك تنققصا همبا إرقا شيرا انت في خود نقفدا انت كو نقفدا انت عيال نقفدا تنققصا مقل الشيرا يخ كذلك ما مقلط بيانه قلنا تكريتك بيانه قلنا صلى الله عليه وسلم. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الله سبحانه وتعالى نادك الإنشق كله والنبي صلى الله عليه وسلم نيتك بينه شرك لذر حذروا خنا نيجي شخص إذا حب حذروا خنا والله سبحانه وتعالى نادك الإنشق كله الله سبحانه وتعالى وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى ودين سنيتك كمال خبو وريخ ينخن مانا إن الدين عند الله الإسلام. آدم تلد نبي محمد صلى الله عليه وسلم الدين ليه لاحقن إن شرائع اختلاف القهدي بينهن مانا. وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل الآخر لينر على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ما ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الدام كو مخلوقين بني آدم كرنوسنك لينر وقت وانترنك لينر وقت خلق سنك الله سبحانه وتعالى ما ننسى خلق كلهم ني لينر وقت يعني قد كلهم قنوها أحياء أكون ترنك ما
حسب سنكور جزارهم بوك لخارهم بوك نارهم بوك مكافأتهم بوك نين ناوك إيمان جرب دوغن مانها مرر نخون بوم. ودليل لنا الله سبحانه وتعالى يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم منها إخراجا جار ما نرتلد نبتيلد فدخوكم أما نرتلد وانتسخوكم نانغر لنا وكجر بيسنك فدخوكم منا يكون ننكوخ قاب جاروا الله سبحانه وتعالى أمر قلنا آمن نكون بهم شك الذي بهم نين دليل قاطع واضح قن والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعث وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم الناس كلهم وانترنوا محاسب سنوا ما نعمال در جزاء شخنوا والدليل قوله تعالى ورأيكم الله سبحانه وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى الله سبحانه وتعالى أسأله يا ربني شيوكن يا الله رب العالمين يجعلنا من أهل الحسنى وزيادة يا ربي أن أهل أحسن السينات آمين يا والمؤمنين والمؤمنات يا رب المؤمنين والمؤمنات ناتك جنة سينات اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات يا الله نمؤمنهم بخدك الدنيل أجر شاه أجورنا ردنا قصدلا اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير الله سبحانه وتعالى يكون ننقو نبعث أكفر نبعث آمنك إنه وانترد وانترى وانيت وانترنا أغرد لينار وكد جار قدرون أكد بريد بتأكل نسك إنما أنا أصلنا ألا أدام كردم لينار وكد وانترى لا يخ نين إسلامك ينا ديبو غرسنا لي وريو قابني وقاو كفروغن وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إن أنبياء انشقادن بك إن رسل انشقادن بك إن الناس ناو انشقادن بك بشر نور ندم بنا وجنة در خير در انذار سينا ندم بهم بك من نلا خير در قاكم وقليد قاكم نفعصيكم أساد جنيل آخرين يونونسك إن الناس ناسك انشقادن بي الله سبحانه وتعالى ينحجة شخني قاب شخني سبب شخني عذر شخني معنا هاقن وأولهم نوح الأنبياء أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى ورنقن دليل أول نوح آكد إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده نيجا بمعنى انتوقن نيناوك وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد نوح تلد محمد أخراسك إن أمم ناوك إرقو جار نبي إن شاء أخضبهم رسول إن شاء أخضبهم نوح تلد ترسل محمد أخراسك يأمرهم بعبادة الله وحده ورند أمروا لهم قوهن ورجوا لهم قوهن ورند أززوا لهم قوهن الله سبحانه وتعالى لا أخرى أن يتعبدا وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والتواقيت كثيرة ورؤوسهم خمسة ونقن تواقيت ونقن تواقيت وليك وقن أنكو قن يكون قوة ابن القيم لا أخوة إبليس قن لنا لعنة الله عليه ومن عبد وهو راد ومن عبد وهو راد ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب نيناو تواقيد جن ها تضيوا عبسخ الدام سيت عبدا ياخ علم الغيب شخون ياخ ومن حكم بغير ما انزل الله
نين ناوك شنور نجن يا أخوانا طواقيد جن ابن القيم يسنك. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.